أزمة قطاع الكهرباء في محافظة ديالى، إشكالية كبيرة باتت تؤرق المواطنين في المحافظة وتقض مضاجعهم، إذ تراجعت بشكل كبير إنتاجية المحافظة في مجال الزراعة، كما أثر انقطاع الكهرباء لفترات طويلة يومياً في المحافظة على اقتصادها، ما دعا مواطنيها للتظاهر مطالبين بتزويد محافظتهم بالكهرباء من محطة غاز المنصورية. متظاهرين في ديالى انطلقوا في تظاهرة أو أكثر من تظاهرة في مركز بعقوبة أمام مجلس المحافظة وأمام المحافظة، وأيضاً تظاهر أخرى أمام المحطة الغازية في المنصورية، وتظاهر أخرى في خان بني سعد وفي مندلي وفي قزانية للمطالبة بحقهم مشروع من منتوج أو حصة من منتوج المحطة الغازية، محطة المنصورية الغازية اللي تصدر إلى بغداد. كما طالب المتظاهرون في ديالى مجلس المحافظة والحكومة في بغداد بإلغاء مشروع خصخصة الكهرباء الذي وصفوه بالخيانة للشعب، وإصلاح شبكات توليد الطاقة الكهربائية ومحولاتها التي تهالكت. وديالة مسلوب الحقوق، انقطاع بالكهرباء، الأسلاك تعبانة، المحولات معطلة أغلبيتها، المواد الزراعية، المحاصيل الزراعية تضررت بسبب انقطاع الكهرباء، لأن تشغيل كله على المرشات والمولدات اللي تشتغل على الكهرباء. وهدد المتظاهرون في ديالى الجهات الحكومية بتوسيع نطاق تظاهراتهم واحتجاجاتهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، كما هددوا بقطع الكهرباء من محطة غاز المنصورية عن المحافظات الأخرى حتى تأمين حاجة محافظتهم من الكهرباء. نحن الآن في مظاهرات سلمية، لكن المظاهرات مفتوحة اليوم وغدا، ونطالب جميع محافظة ديالى وجميع الأقضية والنواحي للنزول إلى الشارع في حال عدم إعطاء حصة كاملة من محطة غاز المنصورية إلى محافظة ديالى، راح نقوم بقطع الكهرباء بالكامل محطة غاز المنصورية على المحافظات الأخرى. ويبقى المواطن في ديالى ضحية لفساد وفشل حكومي تفاقما في جميع قطاعات الحياة في العراق، حتى بات البلد يصنف من أسوأ البلدان.